ضيوفك تحية طبعا لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، بالتوفيق طبعا لزميلنا كريم هناك، تغطيه والاروع والاجمل باذن الله، يكون وش حلو على النادي الاهلي ونرجع بالثلاث نقاط باذن الله. اليوم يومك يا اهلي باذن الله، النهارده يكون موعد جديد مع انتصار جديد للنادي الاهلي، موعد جديد مع تشريف الكره المصريه كالعاده زي ما النادي الاهلي عودنا في الفترات الاخيره وطول عمره ما معودنا. باذن الله يكون الفوز النهارده من حلفنا باذن الله، ونرجع بالثلاث نقاط نتصدر المجموعه كالعاده باذن الله، ونتاهل ولما لا وناخد بطوله افريقيا كالعاده، ونوصل كاس العالم ونكسب كاس العالم باذن الله. يمكن النادي الاهلي استعد احسن استعداد، لغت كل الاجازات، يمكن العميد محمد مرجان لغى كل الاجازات استعدادا لهذه المباراه. يمكن الاهلي استعد المدير المقر الاستاذ خالد مرسي، الغاء جميع الاجازات، الاعضاء عشان راحه الاعضاء، المنافس كلها شغاله ولا اروع ولا اجمل، الكراسي في كل مكان، الشاشات بتستعد لنقل هذه المواجهه، يمكن شاشه عملاقه حوالي 8 او 9 شاشات اصغر شويه من الشاشه العملاقه، الكل في استعداد لانتظار مباراه الاهلي طبعا وفيتا كلوب او فيتا كلوب والنادي الاهلي. الكل يمكن تفائل لما عاد او مع اما عرفوا بعض من التشكيل الهجومي اللي مستر اسارتي من كواليسنا ومن كواليس طبعا اللي كريم بيقول عليه وحضرتك بتقول عليه. الكل تفائل ان النادي الاهلي الكل تفائل ان النادي الاهلي بيلعب يمكن كوره هجوميه، ولما لا الاهلي كبير والكبير يكسب في اي وقت، يكسب جوه ارضه يكسب بره ارضه باذن الله. باذن الله يكون الانتصار النهارده حليف النادي الاهلي ونفوز على فيتا كلوب ونتصدر المجموعه كالعاده ونفوز ببطوله افريقيا. دي كانت اجواءنا هنا في النادي الاهلي فرع الجزيره. عوده من جديد اليك كابتن اسلام، اتفضل. شريف يعني انا بشكرك جدا على كل هذه الامور، لكن خليك معايا، انا عايزك تلف شويه على الناس اللي قاعده وراك او جمهور النادي الاهلي اللي قاعدين وراك برضو، تسالهم توقعاتهم ايه، تورينا الشاشات اللي موجوده عشان نقول للناس قد ايه النادي الاهلي مستعد لهذه المباراه حتى داخل النادي الاهلي في الجزيره. يعني لو قدرت تعدي الراجل اللي بياكل او بيتغدى وراك، يعني عايزين نعرف برضو رايه واحد واحد كده. ممكن زميلنا عويده يتجول بالكاميرا معاك على الهواء مباشره اهوت، وتشوف الاحداث اول باول داخل فرع النادي الاهلي الجزيره. يمكن الكل مستعد لهذه المباراه، طبعا هنفوق وجبه غذاء دلوقتي، ناقص على المباراه حوالي ساعه ونص باذن الله يكون الفوز من حليفنا النهارده الاعضاء في سعاده. لا 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 باذن الله يكون وشنا حلو عليهم النهارده باذن الله، ويكون الانتصار من حليفنا باذن الله. زي ما انت شايف السعاده على وجوه الاعضاء، النادي الاهلي دايما عودنا باذن الله صاحب السعاده في الكره المصريه، فباذن الله النهارده يكون يوم سعيد للجماهير الاهلاويه والمصريه باذن الله. تمام، انا بشكرك جدا يا شريف، ولو في اي برضو حاجه محتاج تقولها لنا احنا في اي وقت متواجد.